في اجتماع عقد أمس بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، تم تنصيب أمانة الهيئة الموسعة لتسيير حزب جبهة التحرير الوطني، والتي عرفت دخول أسماء جديدة من بينهم الأمين العام للرئاسة حب العقبي ووزير العدل طيب لوح، بالإضافة للقيادي عبد الرحمن بالعياض، بالإضافة لأسماء أخرى، ليصل عدد أعضاء الهيئة المسيرة للحزب إلى 21 عضوا. التفاصيل في ميكروفون عبد الجبار بن يحيى. هاد اعضاء الهيئه التنفيذيه راح يكونوا من الولايات قيام بحمله انتخابيه من اجل توعيه الشارع الجزائري ومن اجل فاليوم الوضع يطلب ان جبهه التحرير الوطني لازم تقول الكلمه نتاعها في هذا الظرف بالذات، يعني ظرف عصيب تعيشه البلاد. فالجلال يعني الاجتماع متواصل، راح غدا ان شاء الله نستنفوا الاجتماع نتاعنا في الساعه الواحده، وكل كل كل القرارات اللي راح تصدر تتخذها الهيئه راح تكون في شكل بيان ان شاء الله يوزع الراي العام. ويعني عمل تاع الجلسه تاع غدوه نعم جدول الاعمال هو تكمله لما تم مناقشته اليوم. في حديث عن تنصيب اللجان داخل هذه الهيئة تم تفعيلها؟ ما زال.